وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يسأل يقول: أقسمت على صاحبي ألا يدفع الحساب في إحدى المطاعم، ولكنه أصر وسبقني ودفع، فأخذت الحساب من المحاسب وأردت أن أرجعه إلى صاحبي فرفض، فماذا علي؟ عليك أن تتقي الله أولا. والله عظيم أخي المبارك، الله من عظمته ألا يجعل لكي يقسم كل منا على صاحبه في كافتيريا أو في مطعم أيها الفضلاء، أو في بيع أو في شراء أو في عشاء أو في غداء. الله عز وجل يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وربنا تبارك وتعالى أمرنا بحفظ الأيمان، فقال تبارك وتعالى: عز من قائل حكيم في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذا نحن مطالبون بحفظ أيماننا، فإن حدث ذلك فعليك كفارة يمين، وقبلها التوبة إلى رب العالمين ألا تقع في شيء من ذلك مع أحد من العالمين. والكفارة على الترتيب الوارد في الآية: إما أن تطعم 10 مساكين، أو أن تكسوهم، أو أن تحرر رقبة، أو أن تصوم 3 أيام إن لم تتمكن من الإطعام. بعض الناس يصوم مباشرة وهو له القدرة على الإطعام، لا، تطعم 10 مساكين وجبة مشبعة من الذي تأكله أنت، لا وجبة رديئة ولا وجبة غالية، الذي يطعمك يطعمهم 10 وجبات تأتي بها وتوزعها على 10 مساكين، إن لم تتمكن من ذلك ولا من كسوة ولا من تحرير رقبة تصوم 3 أيام مجتمعة أو متفرقة. نفع الله بكم وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.